شكون هو، اش كيعمل، اش كيدير، كيفاش وقعت له هاد الحادثه. السلام عليكم سي عبد الحليم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سي عبد الحليم مودي هادي ما شفتكش اخويا. مرحبا اخويا شنخرج على هادي ما. سي عبد الحليم. لا ولد. كتعاني من من, من من واحد المرض اللي هو سياتيك. نعم. دابا تزادتك الهرسه. الهرسه. احكي لينا سي عبد الحليم، عاودينا على سي عبد الحليم، فين خدام، اش كيدير، فين كيسكن. انا اخويا كنت خدام في شركه. نعم. في نيكسونس ماروك. ريحت من الخدمه دابا 6 سنين لظروف ما. المهم قاسيت شويه، ولكن مؤخرا دابا عام تقريبا زادت الامور ديالي الدهورات بزاف. الحاله المعيشيه ما كاينش. زاد هذا المرض ديال السياتيك حتى هو زاد قهرني. الركابي حتى هما عندي شويه ما بقاوش هما هذوك. المهم مرض في مرض. سي عبد الحليم واش درتي شي وليدات؟ عندي بنيه. عندك بنيه. سي عبد الحليم بغينا نسولوك على هذه البلاصه اللي حنا كنسجلوا فيها، اللي هو مجرد بيت. بيت يعني 3 متر على 4 متر هو اللي كاين. واش هذا البيت هذا ديالك ولا ديال الاخ ديالك؟ هذا انا غير الاخ ديالي الصغير ومرته الله يجازيهم بخير، هما اللي شادين ساكن معاهم. ما كون بقيت على هذاك ورا تنعس في الزنقه، ما عنديش فين نسكن. سي عبد الحليم. نعم خويا. نعم خويا. هاد الحادثه اللي وقعت لك احكي لينا عليها، كيفاش طرات لك؟ كنت مشيت للحمام، داني الاخ ديالي نقي عظامي وداك الشيء، وصدقت زالك مع عندي رجل شويه مع السياسيك وداك الشيء، مابقاش كابتي في راسي. زالك طحت سرست من فخدي صافي. جات لومبيلونس داوني للسبيطار مولاي عبد الله. هزات في لومبيلونس من الحمام. من الحمام. عندي الورقه، عندي الوراق، عندي كلشي. داوني سبيطار مولاي عبد الله. سبيطار مولاي عبد الله ما عنديش باش نخلص، ما عنديش باش ندير. درت خلاص مولاي عبد الله ولا ما عندهمش اختصاص؟ لا، قال لك سيروا لميريزبو. المهم داروا لي تصويره تما، طبيبه كتبت لي رابور تقرير ديالها، نمشي للميريزبو. انا ما عنديش، قمت لومبيلونس تطلبوا لي 150 درهم ديال لومبيلونس، ما عنديش. الاخ ديالي ما خدامش خدمه اللي رسميه ولا شي خدمه اللي على قد الحال. كاري منا عنده وليات، عنده مراته، عنده عين الظروف. النقطة شحال كاري الأخ ديالك؟ الأخ ديالي كاري ب 1000 درهم. 1000 درهم هذا البيت. اه. واخا تفضل كمل. والظروف المعيشية ديالو مسكين، حتى هو راه مقهور على حالو. هادشي اللي كاين أخويا. واخا سي عبد الحليم مشيتي للسبيطار، درتي الراديو، عرفتي على أن عندك هرسة، عرفتي على أنك محتاج العملية، وهاد العملية واقيلا غادي يكون فيها الحديد، غادي يكون فيها بزاف الحوايج. اه قال لك ضروري من الحديد. واش ما مشيتيش انت اصلا لميريزكو، او لا مشيتي لعندو من تما وطلبوا منك شي ثمن او لا شي حاجه؟ لا ما طلبوا، غير قال لك تمشي لميريزكو. انا ما عنديش حتى قيمه لومبيلونس باش نخلص باش تديني لتما. هما طلبوا لي 150 درهم لومبيلونس، انا ما عنديش من غادي تجيني 150 درهم. علاش ما عندهمش هما لومبيلونس ديال السبيطار؟ كاينه ديال السبيطار، وكاين شي طلبوا لك 150 درهم ديال السبيطار. ديال السبيطار 150 درهم باش تخلصها، ما عرفتش يقول لك هما المازوط ولا ما عرفتش داكشي ديالهم، حتى هادشي ما مجربوش، انا ما عارفوش صافي. وجابني الاخ ديالي طلعني من البيت ديالو. شحال دابا وانت واقع هكا الحديث؟ غدا السبت 3 سيمانات. 3 سيمانات. 3 سيمانات تنعاني معاناة النعاس، ما كاين لا بالنهار لا بالليل. يعني 21 يوم. وانت في هاد الحالة وانا في هاد الحالة وفي هاد الجلسة هادي، يعني راه مثلا ما تنعسش على جنابي ولا ظهري طاب ليا، غير تندير غير كينطا هادي. ما عندك لا دواء لا مسكينه؟ لا مسكين. الاخ ديالي تا هو خدا ليا واحد بواطا كريدي مسكين، ما عندوش هو، ما فحالوش هي اللي تندير مسكين. الحاله يرتالها وصافي. وعندك شي خوت اخرين؟ عندي خوت اخرين، ولكن شنقول لك الله يخلص كل واحد. ما حاولوش يعاونوك يتصلوا بيك؟ ما كاين حتى اتصال، ما كاينش. اخويا الصغير هو اللي لقيت فيه الخير، ولقيت فيه مرتو، مرت خويا، يعني راه بنتي اختي، لقيتها فيها كلشي صراحه. سي عبد الحليم لو ان مثلا هذا الاخ ديالك الصغير ما كانش عنده هذا المحيل هذا، شنو كان غيكون المصير؟ المصير ديالي الزنقه اخويا. ما شكون غادي، كلشي عطاه دور ظهره، خوتي الاخرين كلشي دوروا ظهرهم صافي.
انا عقل عليك اصاحب حالي في الحياه ديال الاب ديالكم الله يرحمه، كنتوا عايشين واحد المعيشه تبارك الله غزاله، كان الوالد كيشتغل موظف في الوقايه المدنيه، يعني كانت اموركم مزيانه. كيفاش ومات الوالد الله يرحمه وبقيت انا شاد مسؤوليه تنخدم على خوتي تندير هذه الشيء اللي النفسيه ديالي مرضات لي النفسيه ديالي بزاف. دابا الظروف ديال المرض ديالك السياتيك هو اللي منعك انك تخدم. صافي ما بقاش عندي الجهد ديال الخدمه، ما بقاش عندي. زاد تكملت عليك الحديثه هذه ديال الحديثه ديال الكسر. دابا السياتيك يعني راه ضرب لي رجلي، ضرب لي داري، دابا راه بارك معاكم والحريق خدام. يعني وما بقيتش غير الاخ ديالي اللي تياخذ ليا كوشا، جاب ليا قبيله كريدي، وهاد كاين طاب حيت داري طاب، كلشي اللي تحت عندي طاب، كلشي الزراكما والجرح. يعني لا هذا هو سولك دابا انت في هذه الحاله هذه ما كتقدرش تحرك، ما كتنوضش. ما تنوضش. شنو الحاجيات ديالك؟ الحاجيات ديالي اخويا غير قرعه حاشاك تنبول فيها، والاخ ديالي ومرته هما اللي تي صراحة كون ما لقيتهمش ما نكذبش عليك، ما غتكون واحد الحالة مدرية بزاف كاع. ومني تنبغي نوض راه تنشد غير هادي باش نوض بحالك صافي. النعاس راه بحالك بهاد البوزيسيون هادي، وما كاينش النعاس لأن الحريق خدام. خويا عبد الحليم زعما صراحة هادشي هذا كيضرب في القلب، هادشي ما كي يعني كيخليك حتى الكلمات كتهرب. شنو كتطلب من الناس المشاهدين؟ اعزائنا المشاهدين، عبد الحليم راه عاش واحد الطفوله مع الاب ديالو مع دارهم زاهيه كيف كنقولوا بخير وعلى خير، توفى الوالد ديالهم، شد هو المشعل من وراه، كمل المسيره ديال باه، لكن الغالب الله الصحه ما كتدومش. الصحه هي العدو الكبير ديال اي واحد كيما بغى يكون نوعه، بغى يكون لاباس عليه، شي يكون عنده الفلوس، شي مازال مول الفلوس راه كيقدر يعالج. تكون عندك من اللي بغى يكون عندك الا مشات لك الصحه مشات لك الحياه. الصحه ما تعرف بباب خير. مشاهدينا الكرام الله يجازيكم بخير، سمعوا النداء ديال سي عبد الحليم، تعاونوا مع سي عبد الحليم. تنادي يا اخي، تنادي الناس المحسنين والمحسنات انهم يشوفوا من حالتي. انا باغي غير صحتي، ما تبقى مع حتى شي حاجه اخرى، بغيت ندير غير العمليه ديالي ونتبع سياتيك باش نوض على رجلي، لان شحال قدي خويا بدل لي مثلا بدل لي حوايجي، بدل لي لي كوشي، بدل لي بزاف ديال الحوايج، ما يمكنش ما نبقاش انا بحالكم، ما خصنيش نبقى بحالكم. تنطلب الناس الله يرحم لهم الوالدين اللي يشوفوا من هذه الحاله هذه وصافي لا الله يجازيهم بخير ولا خير. قول لي الناس هذه الحاله الرقم ديال الهاتف ديالك. رقم الهاتف ديالي هو 06 90 52 11 90. عاود 06 90 52 11 90.